صخرة الأزمة السياسية السودانية تتزحزح أخيرا بإعلان قوى الحرية والتغيير عن تفاهمات مع المكون العسكري، ينتظر أن تنتهي بتوقيع اتفاق إطاري بعد بحث ملاحظات طرحها العسكريون على مشروع دستور الانتقال. قادة الحرية والتغيير قالوا إن الاتفاق الإطاري سيتم تطويره لاتفاق نهائي يعالج قضايا العدالة والسلام وتفكيك تمكين نظام البشير والإصلاح الأمني والعسكري. مرحلة الاتفاق النهائي ويتم فيها تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهيرية واسعة من أصحاب المصلحة وقوى الثورة في أربع قضايا رئيسية، وهي ألف العدالة والعدالة الانتقالية، وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة الذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن. الحرية والتغيير تقول إن هياكل السلطة الانتقالية وخاصة على مستوى مجلسي السيادة والوزراء ستكون مدنية صرفة، ويرى محللون أن الداعي الرئيسي لكشف الحرية والتغيير عن هذه الخطوات الضغوط التي واجهتها من الشارع السوداني الذي ظل يتساءل عن التسريبات بشأن تسوية بين الشقين المدني والعسكري. أنا اعتقادي أن ما قامت به الحرية والتغيير في الإفصاح عن تفاصيل هذه العملية ناتج من الضغط في الشارع حول أن هي لابد أن تفصح عن ما الذي يجري، حديث كثير حول أن هناك تفاوضات تتم في الغرف المغلقة، هناك أحاديث حول قضايا كثيرة أنه تم الاتفاق حولها، فأعتقد أن كثير من الأسئلة تم الإجابة عليها. لكن الخشية ما تزال قائمة لدى البعض من إمكان تحركات تأيد جهود الحل السياسي، خاصة من قبل الذين يمكن أن يقصيهم الاتفاق. وفي كل الأحوال فإن الخطوات باتجاه اتفاق نهائي لحل الأزمة السياسية في السودان تفتح الباب واسعا ربما لطي هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة قد تحمل معها الأمل للسودانيين. خالد عويس، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.